الآن ينضم إلينا من مارسيليا الفرنسية مراسل القاهرة الإخبارية الزميل الكريم خالد شقير. مرحبا بك خالد، ما الذي يعنيه هذا التحذير؟ ما الذي تقوله باريس بين السطور يا خالد؟ نعم محمد، بعد التحية تتابع باريس والخارجية الفرنسية ما يحدث في إيران بمزيد من الاهتمام. هذا ما أكد عليه المتحدث الرسمي منذ قليل للخارجية الفرنسية كريستوف ليموان، الذي قال بأن الوضع يشهد توترا في المنطقة، ولهذا اتخذنا هذا القرار عودة أسر الدبلوماسيين من إيران، ووجهنا تحذير لجميع الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران وإلى إسرائيل وإلى لبنان وإلى حتى الأراضي الفلسطينية. الجميع يتحدث على أن هناك ضربة، ولكن فرنسا من الناحية الرسمية لم يتحدث أحد عن كيفية هذه الضربة، ولكن محمد ما لفت نظري هو تصريح لأحد أهم الصحفيين في مجلة لوفيجارو، وهو جورج مالبرونو، وهو صحفي كبير في لوفيجارو مختص بشؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية. أكد على أن سيناريو ضرب إيران لإسرائيل سيكون إما على جبهة الجولان من ناحية أو مصالح إسرائيلية في إفريقيا، واستبعد أن تكون الضربة في إسرائيل نفسها، وأكد على أن الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل في إجابة على هذا السؤال بيؤكد على أن هذا يدفع الدبلوماسية الغربية للمزيد من الضغط والاتصال بالجانب الإيراني، وهذا الأمر تحبه أو تعشقه الخارجية الإيرانية وتهتم به وتحرص على مثل هذه الاتصالات. وأكد أن الوضع هو جد خطير، وهذا يؤكد على أن الموقف الفرنسي منذ البداية الذي كان يخشى أن تحدث حربا إقليمية في المنطقة يبدو أنها كانت رؤية صحيحة، وأن فرنسا منذ السابع من أكتوبر كانت بالفعل هي تعطي إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأن الموقف حدث فيه تحولا كبيرا، لأن فرنسا أدركت أنها ستخسر كثير من مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، كما خسرت في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، ولهذا أدركت فرنسا أن الأمور الآن يجب أن تتجه في اتجاه التهدئة، وهذا ما يقوم به سيجورني الذي بدأ رحلته من خارطة طريق يتم الإعداد لها لحل الدولتين والإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية، وهذا ما جعل الرئيس الفرنسي ينشر فيديو لطائرة فرنسية وهي تقوم بإلقاء الكثير من الأدوية والمنتجات الغذائية، وكان فخورا عندما تحدث على أن القوات الفرنسية تقوم ببعض من المساعدات مع دول صديقة مثل مصر والأردن. الزميل الكريم خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية في مارسيليا الفرنسية، أقدم لك وافر امتناني.